المتظاهرون يبقون في الساحات للتظاهر بعد الكلمة التي كان يترقبها الكل طبعا من قبل ميشيل عون، والتي بالنسبة لهم لم تأتي بجديدة. ضعينا في أهم ردود الفعل والمشهد لديك هناك. أولا في الساحات نرى بأن الساحة هنا ساحة رياض الصلح، والساحة المجاورة ساحة الشهداء تحتشدان منذ إلقاء الرئيس عون كلمته بالمزيد من الحشود الذين يأتون ليتظاهروا وليعبروا عن رفضهم ما جاء في الكلمة، لأنهم متمسكون باستقالة الحكومة اللبنانية. وهذا الأمر يتكرر في مختلف الساحات التي يتواجد فيها متظاهرون على مدى مساحة الوطن. بالنسبة إلى السياسيين ورد الفعل السياسي، كان هناك موقف واضح من رئيس الحكومة سعد الحريري، لاقى فيه كلمة الرئيس عون وتحدث بدوره عن إمكان إجراء تعديل حكومي، وإذا لم يتم هذا التعديل الحكومي حسب أوساط الرئيس الحريري فقد يتم اللجوء إلى تبديل حكومي. فهل إن المقصود تحقيق الاستقالة؟ هذا الأمر الذي علينا أن نتحقق منه في الساعات المقبلة. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقد أشار بدوره إلى أننا كلنا في السفينة نفسها وهي مهددة بالغرق، لذا أيضا طالب بتعديل حكومي سريع يصار بعده إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. سوف أطلع أكثر إلى رأي الساحة مع الناشط في المجتمع المدني علي الحسيني الذي يواظب هنا في هذه الساحة منذ 8 أيام، أليس كذلك علي؟ منذ 3 أسابيع فعليا. 3 أسابيع منذ بداية الثورة. نعم فعليا منذ 5 سنوات ما تركناها أبدا. طب علي، سمعنا بعض الناشطين، بعض مجموعات الحراك المدني تدعو إلى عصيان مدني في لبنان، هل هذا الأمر ممكن أن تلجأوا إليه ولا هو فقط دعوات حماسية للعصيان المدني؟ ماذا ستفعلون يعني فعليا على الأرض الآن بعد كلمة عون، بعد الورقة الإصلاحية التي تقدم بها الحريري؟ مما لا شك فيه أنه هيدي ثورة عفوية، ثورة شعبية لا قائد لها، هي عبارة عن تشكيلات من المجتمع اللبناني ومن الشعب اللبناني، كل يعبر بما لديه وبما لديه في جعبته من أفكار. إذن موضوع العصيان المدني هو متداول، ولكن من المستحيل تطبيقه أولا. ولكن بالنسبة للورقة الإصلاحية، بالنسبة للورقة الإصلاحية التي طرحها السيد الحريري، بالنسبة لخطاب الرئيس عون، هناك بعد أسبوع وهناك ما يدل على استخفاف السلطة بهذه الناس، لأن الناس تطرح كلنا عم نسمع، بس نحن كناشطين عم نقول بالدرجة الأولى لازم الحكومة تستقيل، تشكيل حكومة جديدة، ما حنتراجع عن مطلبنا، وبالتالي عصيان مدني، تسكير طرقات، بقاء في الشارع، كلياته بيعبر عن نفس الفكرة، استقالة الحكومة لحتى تنفيذ الشارع. نحن ما بدنا الفراغ، بس بدنا بنفس الوقت لا نريد تشدد نفس الطبقة التي تبني مشاريعها على المحاصصة وعلى التلزيم بالتراضي وعلى الفساد وعلى القروض الميسرة من المصرف المركزي. نحن لا نريد هذه الطبقة أن تجدد نفسها، الشعب وليس نحن، الشعب يريد رحيلها. ولكن شو رح تعملوا؟ ماذا ستفعلون؟ رح يكون في تأطير للتحركات، تجميع للقوى، تظاهرة مركزية ممكن، شو رح تعملوا؟ السلطة اشتغلت هاليومين اللي مرقوا وركزت بشكل مباشر على موضوع ان هي بدأ بيان وحوار مع المعارضة، وهي تعرف جيدا ان ليس هناك مجلس الثورة وليس هناك قائد للثورة، وهي تعمل على تفريقنا، ولكن نحن واعيين، واللي بده يجرب يعطي بيان من عنده هو بيعبر عن نفسه، الشعب كلمته واحدة، نحن نريد الحكومة أن تستقيل، ليس هناك صراع مع شخص واحد داخل الحكومة، إنها الحكومة بكاملها، لأن هذه الحكومة أصبحت فاسدة لدرجة أن الشعب رفضها الشعب رافضها كليا. يعني التعديل الحكومي غير مقبول. قال الرئيس اليوم في خطابه ضمن الأطر الدستورية، يعني الحكم باتجاه للاستقالة ربما هو
يعملون الآن في الخفاء على تشكيل حكومة أخرى، لأنه هن قوة مثل الدومينو، إذا سقط واحد حيسقطوا كل خيفانين.